تكلمنا في الفيديو الماضي كيف نجي بقيمة النهاية لو كانت الدالة متصلة. طب لو ما كانت متصلة، زي مثلا هذه الدالة كان عندي عند نقطة معينة نقطة انفصال زي هذه مثلا، يعني أفرض هنا على محور الإكس عندي سي وعلى محور الواي قيمة الدالة هنا بإل. الدالة متصلة في كل مكان إلا عند هذه النقطة. شوف أنا لو عوضت في الدالة الأصلية، لو أبغى أجيب قيمة الدالة F عند السي طلع لي حاجة زي كده، حطلع لي صفر على صفر. صفر على صفر هذه حيكون شكلها على التمثيل البياني، تكون الدالة متصلة في كل مكان إلا عند نقطة، حيكون عندك نقطة انفصال. هذه الصيغة صفر على صفر نسميها الصيغة غير المحددة. في الصيغة غير المحددة أنا أعرف أن قيمة الدالة عند السي، قيمة الدالة عند السي نفسها غير معرف، عشان كده عندي نقطة انفصال. لكن نهاية الدالة f of x عندما x تقترب من c، خلينا نشوفها على رسم البياني. لو اقتربنا من c من ناحية اليمين، يعني بعد c بشوية كده نجيب قيمة الدالة نلاقي ليها قيمة تقترب من l. برضو لو جينا من ناحية اليسار اقتربنا من c من قبلها بشوية نجيب قيمة الدالة حنلاقيها برضو تقترب من l. صار نهاية الدالة عندما x تقترب من c، لأن النهاية اليمين تساوي النهاية اليسار، إذا نهاية الدالة موجودة، يعني قيمة الدالة عند السي نفسها غير معرفة لكن النهاية موجودة. مثلا زي إيش؟ زي الدالة اللي أخذناها في المثال f of x تساوي x تربيع ناقص واحد على x ناقص واحد. هذه لو تبغى تجيب قيمة الدالة عند واحد، شوف عوض عن x بواحد، هتلاقي هتساوي واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد اللي هي صفر على صفر، اللي هي الصيغة غير المحددة. صار أعرف أن قيمة الإف عند الواحد غير موجودة، في نقطة انفصال، لكن أقدر أجيب النهاية. شوف لو رحنا للدالة وحللنا البسط، شوف البسط عبارة عن فرق بين مربعين، إكس تربيع مربع والواحد مربع، صار أقدر أحلله إلى إكس ناقص واحد مضروب في إكس زائد واحد، وعند البسط إكس ناقص واحد. بس أقدر أختصر x ناقص واحد مع x ناقص واحد، تبقى عندي الدالة x زائد واحد. صار هذه هي الدالة. صار خليني أجيب نهاية الدالة هذه اللي هي x زائد واحد عندما x تقترب من واحد، يعني لما x تقترب من هذه النقطة هنا أقدر أحلها بالتعويض المباشر، أعوض مكان الx بواحد ويصير عندي نهاية الدالة هي اثنين. شوف لما أعوض في الدالة الأصلية بدون تحليل بدون اختصار بدون تبسيط هتطلع لي الصيغة غير المحددة اللي هي صفر على صفر، لكن لما أحللها وأبسطها أقدر أجيب النهاية لها. يصير بعد كده لو عملت تعويض مباشر وطلع لك الصيغة غير المحددة اللي هي صفر على صفر، صار لازم تحللها وبعدين تعمل التعويض. نشوف هذا المثال، يقول لي احسب كل نهاية مما يأتي. أعطاني هذه الدالة النسبية يبقى نهايتها عندما x تقترب من سالب 4. طب خلينا نعوض مباشرة. شوف لو عوضنا مكان x بسالب 4 يكون عندي سالب 4 تربيع ناقص سالب 4 ناقص 20 على سالب 4 زائد 4، هذا حيطلع عندي سالب 4 تربيع اللي هي 16 سالب في سالب بموجب 4 بعدها سالب 20 على سالب 4 زائد 4. هنا لو جمعنا 16 زائد 4 ب 20 ناقص 20 اللي هي 0، وسالب 4 زائد 4 اللي هي 0، يعني الناتج 0 على 0 اللي هي الصيغة غير المحددة. طب خلينا هذه نحاول نجيب نهايتها، خلينا نحاول نحلل البسط. شوف عندي مقدار ثلاثي أحلله إلى قوسين مضروبين في بعض، أجيب عددين حاصل ضربهم x تربيع اللي هم x في x، وأجيب عددين حاصل ضربهم 20 وطرحهم بما أنه عندي سالب، يعني حاصل طرحهم حيكون سالب 1 اللي هم 5 و 4. شوف أضرب 5 في 4 ب 20 لكن 5 ناقص 4 ب 1. طب والإشارات؟ شوف إشارة الوسط عندي سالب، يصير الأكبر ياخد السالب والثاني ياخد الموجب. لو ضربت هذه القوسين حتحصل على الدالة الأصلية. بعدين عندي على والمقام x زائد 4،
وأبغى أجيب نهاية هذه الدالة عندما x تقترب من سالب 4. نشوف أقدر أختصر x زائد 4 مع x زائد 4، وبيجي عندي نهاية الدالة x ناقص 5 عندما x تقترب من سالب 4. هذه نقدر نجيبها بالتعويض المباشر على طول، بدل x نحط سالب 4 نجمع عليها سالب 5 يصير الناتج سالب 9، يصير هذه هي النهاية. يعني لو جينا رسمنا الدالة، حنرسم الدالة x ناقص 5 اللي هي عبارة عن خط مستقيم، بعدين حنيجي عند x سالب 4 اللي هي هنا مثلا هذه سالب 4، وحنلاقي الدالة عندها نقطة انفصال، دائرة مفتوحة يعني غير معرفة عند سالب 4. لو جينا جبنا قيمة الواي هنا حنلاقيها بسالب 9، يعني لما نقترب من سالب 4 من ناحية اليسار نجيب قيمة الدالة حنلاقيها تقترب من سالب 9، ولو اقتربنا من ناحية اليمين برضو حنلاقي قيمة الدالة تقترب من سالب 9. مو لازم ترسم، أنا رسمت بس عشان أوضح لك. طب نشوف الدالة اللي بعدها. عندي دالة نسبية بسط مقام، خلينا نعوض تعويض مباشر ونشوف ايش يطلع عندي. 3 ناقص 3 بعدين في المقام، 3 أس 3 ناقص 3 في 3 أس 2 ناقص 7 في 3 زائد 21. هذا لو حسبناها حتطلع 0 على 0. 0 على 0 الصيغة غير المحددة، معناها أن الدالة غير معرفة عند x تساوي 3 لكن ليها نهاية. يصير لازم أحول، يصير أحاول أحلل أو أبسط عشان أعرف النهاية. يصير عندي نهاية الدالة، طبعا البسط ما أقدر أحلله x ناقص 3 على، والمقام أحاول أحلله بالتجميع، هأخذ x أس 3 ناقص 3 في x أس 2 بعدها زائد، وأخذ ناقص 7x زائد 21. طبعا هاخذ النهاية عندما x تؤول إلى 3، هذه حتساوي النهاية طبعا البسط زي ما هو. المقام أخذ العامل المشترك، العامل المشترك هنا x أس 2 هضربها في x ناقص 3، وهنا العامل المشترك حيكون سالب 7. أفتح القوس، لو قسمت الحد الأول على سالب 7 حيديني x، لو قسمت الحد الثاني على سالب 7 حيديني سالب 3. شوف صار عندي عامل مشترك ثاني اللي هو x سالب 3. أصير أقول نهاية الدالة عندما x تؤول إلى 3 البسط زي ما هو، والمقام أخذ x ناقص 3 عامل مشترك، بعدها أقسم الحد الأول على x ناقص 3 يبقى عندي x أس 2 بعدها ناقص، والحد الثاني على x ناقص 3 يبقى عندي سالب 7. اختصر x ناقص 3 مع x ناقص 3 يبقى عندي نهاية الدالة عندما x تؤول إلى 3 لواحد على x تربيع ناقص 7، وهذه تساوي لو عوضت تعويض مباشر حيعطيني 1 على 3 أس 2 اللي هي 9 ناقص 7 يعني 1 على 2. صار هذه هي قيمة النهاية. طيب نشوف اللي بعدها. عندي دالة نسبية، لو عوضت تعويض مباشر يعني حطيت مكان الإكس سالب 2 حيعطيني سالب 2 أس 3 ناقص 3 في سالب 2 أس 2 ناقص 4 في سالب 2 زائد 12 على سالب 2 زائد 2. هذا لو حسبتها حيعطيني 0 على 0. يصير الدالة عند هذه النقطة غير معرفة لكن ممكن يكون لها نهاية، يصير لازم نحللها ونبسطها. يصير عندي ليمت عندما x تقترب من سالب 2 وشوف البسط 4 حدود. صار خلينا نحاول نحلله بالتجميع، نقول x أس 3 ناقص 3 x أس 2 بعدها زائد، ونجمع سالب 4 x زائد 12 نقسمها على x زائد 2، هذه حتساوي هنا نقدر ناخد x أس 2 عامل مشترك. أول شيء نحط الليمت عندما x تؤول إلى سالب 2، x أس 2 ناخده عامل مشترك بصير x أس 2 مضروب في x ناقص 3، بعدها من هنا ناخد سالب 4 عامل مشترك صار عندي x سالب 3، والمقام حيكون x زائد 2. نكمل تحليل، عندي الليمت لما x تقترب من سالب 2 هنا شوف عندي x ناقص 3 عامل مشترك، صار اخده x ناقص 3 عامل مشترك. افتح قوس،
لو قسمت الحد الأول على x ناقص 3 حديني x تربيع، والحد الثاني على x ناقص 3 يديني سالب 4 على x زائد 2، وهذه حتساوي الليمت عندما x تولي إلى سالب 2 x ناقص 3. شوف هذه فرق بين مربعين، سنحللها إلى x ناقص 2 في x زائد 2 والمقام x زائد 2. أقدر أختصر x زائد 2 مع x زائد 2، خلاص الآن أقدر على طول بالتعويض المباشر أجيب النهاية. لو حطيت مكان الـ x سالب 2 حيصير عندي سالب 2 سالب 3 مضروب في سالب 2 سالب 2، يعني سالب 5 مضروبة في سالب 4 اللي هي 20، وهذه هي النهاية. نشوف اللي بعدها، دالة نسبية. طيب لو استخدمنا التعويض المباشر أعطينا بدل الـ x بستة، إيش يصير عندي؟ حيصير عندي 0 على 0، صيغة غير المعرفة، معناها أن الدالة غير معرفة عند هذه النقطة لكن لها نهاية. خلينا نحاول نجيبها، نحلل البسط ونحلل المقام. يصير عندي ليمت عندما x تقترب من 6، والبسط شوف مقدار ثلاثي، صار أحلله إلى قوسين وأدور على عددين حاصل ضربهم x تربيع اللي هما x و x، بعدين أدور على عددين حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم، شوف عندي زائد معناته أدور على حاصل جمعهم يكون بسالب 7 اللي هما 6 و 1، ضربهم في بعض بستة واجمعهم مع بعض بسبعة. طيب والإشارات؟ شوف بما أنه عندي موجب معناته إشاراتهم لازم تكون نفسها، يا أما الاثنين موجب يا أما الاثنين سالب، عشان لما ينضربوا في بعض يعطيني موجب 6، بس أنا أبغى جمعهم سالب، يصير الإشارات حتكون سالب 6 وسالب 1. شوف نضرب سالب 6 في سالب 1 يعطيني موجب 6، لكن لو جمعنا سالب 6 وسالب 1 يعطيني سالب 7، يصير هذا هو التحليل. طيب نحاول نحلل المقام، مقدار ثلاثي بس معامل الإكس تربيع بثلاثة، يصير خلينا نحلله بالمقص. أبغى عددين حاصل ضربهم ثلاثة إكس تربيع اللي هم ثلاثة إكس وإكس، وأبغى عددين حاصل ضربهم 42. خلينا نحلل 42 عشان نشوف، 42 لو قسمناه على 2 يعطيني 21، اقسمها على 3 يعطيني 7، اقسمها على 7 يعطيني 1، صار هذا هو التحليل، 42 عبارة عن 2 في 3 في 7، بس أنا أبغى عددين بس، يصير خلينا أجرب مثلا أخذ 3 في 7 اللي هي 21 وأضربها في 2. طب الآن نحاول نجيب الحد الأوسط، عشان نجيب الحد الأوسط نضرب المقص، يعني 3x في 2 اللي هي 6x، بعدين x في 21 اللي هي 21x. هل أقدر أجمع أو أطرح عشان أحصل على سالب 11x؟ لا، صار خلينا نجرب عددين ثانية، نأخذ الاثنين مع الثلاثة مثلا، صار عندي 6 ونضربها في 7. شوف نضرب المقص نحاول نحصل العدد الأوسط، 3x في 7 اللي هي 21x، وx في 6 اللي هي 6x، برضو ما حتزبط، ما حنقدر نجيب 11x. طب نجرب نعكسها، مثلا لو حطينا 6 هنا والسبعة هنا، شوف 3x في 6 اللي هي 18x، بعدين x في 7 اللي هي 7x، لو طرحناهم يصير عندنا 11، يعني لو حطينا سالب 18x موجب 7 حيعطيني سالب 11x اللي هو الحد الأوسط، يصير خلاص هذا هو التحليل. طيب مين أعطاني سالب 18؟ اللي هو 3 في 6، صار قدام الستة أحط بالسالب عشان أنا أبغاها تصير سالب 18، واللي أعطاني موجب 7 اللي هو x في 7 يصير أخلي السبعة موجب، صار هذا هو التحليل، 3x زائد 7 في x ناقص 6، أكتبها 3x زائد 7 في x ناقص 6. وجرب لو ضربت القوسين في بعض حتحصل على المقدار الأساسي، شوفها 3x في سالب 6 اللي هي سالب 18x، بعدين 7 في x اللي هي 7x، اجمعهم هتحصل على سالب 11x. بعدها اضرب 7 في سالب 6 اللي هي سالب 42. طيب حللنا، الآن نقدر نختصر، x ناقص 6 تروح مع x ناقص 6 ويبقى عندي هذا المقدار،
خلاص نقدر نعوض مباشرة عشان نحصل النهاية. لو حطينا مكان الاكس 6، 6 ناقص 1 اللي هي 5، وفي المقام بدل الاكس ب6، 3 في 6 ب18 زائد 7 اللي هي 25. اختصر نقسم على 5، صار عندي 1 على 5، يصير هذه هي قيمة النهاية.